رسم على لوحات ومحاضرات ونشاطات لا منهجية استبدلت هذا الصباح بالحصص التعليمية، وذلك بتوجيه من وزارة التربية والتعليم التي خصصت هذا اليوم الدراسي في جميع مدارس البلاد لفعاليات ونشاطات مناهضة للعنف في محاولة لتقليل مظاهر العنف المختلفة في المدارس. إبداعية، في كان كثير أولاد عملوا أشياء مجسمات ضد العنف، زرعنا فيهن أقوال ذوتوها داخلهن بأنفسهن إنهن يكونوا ضد الأشياء السيئة اللي من شايفها من المجتمع، وبرضو ضد التنمر، يعني علاقتهن مع بعض إنهن كيف يعبروا إنه إذا شفنا حالة فيها تنمر لمين نتوجه، لكبير، لإنسان إحنا واثقين فيه حتى نخفف، مش بس نتفرج على المتنمرين أو اللي بيمارسوا علينا العنف. بالعكس، في سلطة، في إدارة، في مستشارة، في جهات عديدة نخفف من هاي الحالة. كان هدفي حلو، ويعني كان نقول لا للعنف ونعم للتسامح، ويكون كل شيء يعني بسيط، ومش كل شيء يعني له حقه. يعني إذا عملنا مشكلة يعني مع أحد مع الطلاب، نعمل نسامح ونساعده، نفهمه كيف إنه ممنوع العنف، نفهمه إنه ممنوع يتنمر، يساعد الطلاب. هون بلشنا بدستور الصف تسميع الفعاليات والأشعار، بعدين بلشنا فعالية فنون، بعدين أجينا على المدرج طيّلنا بالونات وعملنا شوية تحديات صغيرة. يعني مثلا كل واحد إيش عنده كلمات عن العنف بيعبر عليها، نقسم لفريقين، وأكثر واحد بيلاقي جمل معبرة هو اللي بفوز. يقول المختصون إن تأثير هذه النشاطات قد يكون للأمد البعيد في حال كانت متكررة وكثيفة، فالطلاب يذوتون من خلال هذه الفعاليات قيما ترافقهم في مسيرتهم، خصوصا في ظل حالة الاستنفار التي يعيشها المجتمع العربي بسبب الجرائم وحوادث العنف المتكررة في الشوارع. توعية الطلاب، إعطائهم طرائق وطرق كيف يهدئون من أنفسهم، الابتعاد عن العنف، ما هي البدائل للعنف، من خلال فعاليات، ليس فقط أن نخرج ونصيح لا للعنف فقط، وإنما فعاليات تعليمية يذوتها الطالب في نفسه حتى يتذكرها بعد خروجه من الصف، وإلى مدة أطول يتذكر كيف عليه أن يواجه إنسان عنيف، كيف عليه أن يهذب من نفسه ومن تصرفاته. كل أمل أن يذوت طلابنا هذه الفعاليات، وكل أمل أن تقل نسبة العنف بين الطلاب وبين الأجيال. مبادرة وصفها الأهالي والمختصون بالمباركة، إلى جانب التجديد على تكثيف التعامل مع مظاهر العنف بشكل أكبر في المدارس، على أمل أن تستطيع هذه الفعاليات لجم بعض من مظاهر العنف في الحيز العام.